تمارين التدريب البدنية تكونت في 2008 عملت لي مجموعة ديال التكوينات برامج بينها التكوين الذي يمس التدريس حكم أنها جبهة مهنية. هذه السنة ركزنا على كرة اليد باعتبار أنه المدينة عرفت واحد الفرق في النتائج جهة ثانية تخصص لأنه كرة اليد. بالتالي كنا استفدنا مجموعة التكوين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي بدأت تقاسموها مع الإخوان بأنهم علاقة بالتدريس حكم أنه المضامين موجهة للمدرسين الابتدائية والأساتذة الإعدادية. بالتالي تبرمج هذا التكوين هذا اللي كتستفد منه فئة أخرى اللي هي المتدربين المركزية والمدن بحكم أنهم سيكونون منشطين رياضيين مستقبلا والمضمون يناسب تكوينه ومستواه من حيث الجانب المعرفي. معنا فئة أخرى هي الأساتذة يعني اللي كتغني النقاش من خلال المداخلات. وبالتالي نتمنى أنه هذه التجربة وهذه المضامين تقاسم في محطات أخرى. الهدف منها هو إغناء الأنشطة الرياضية المدرسية الابتدائية والثانوية بسلكي ولما لا في المستقبل التكوين على صعيد الجمعيات الرياضية المدرسية والأندية يعني كل واحد إنما تحت له الفرصة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.